إذا رأيتها فر منها على الفور، فقدمة واحدة منها قادر على أن تمزق لحمك، بل قد تسبب لك بعض الكسور. هل صدقتني؟ الغريب في هذه السمكة هو قوة الفك التي تمتلكه، فكما تشاهدون فإنها تستطيع بعضة واحدة أن تمزق وتكسر وتخرق أي شيء. ليس هذا فقط، بل قام المصور بعمل تجربة أمام الكاميرا بعد أن قام بفصل رأس السمكة عن جسمها. قام مرة أخرى بوضع علبة كوكاكولا في فمها، فقامت أيضا بهرسها بقضمة واحدة وبثوان معدودة. سمكة الذئب كما يطلق عليها تعيش في البحار الباردة في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، تتواجد بين شقوق الصخور والمنحدرات القارية والأجراف التي يصل عمقها ل 600 متر، وفي بعض الأوقات يكون نصفها غاطسا في الوحل، أما طولها فيبلغ المتران. ولشراسة طبعها فإنها تستحق اسم سمكة الذئب، بالإضافة إلى أن فمها مسلح بأسنان تشبه أنياب الذئب. لا تنسى الانضمام لعائلتنا، شرفتمونا.